لا سيدتي دي في القلب. خلاص هتتجوزي وتقعدي في البيت؟ ده قرار نهائي. لا اصل كانت اجازه راس السنه كانت الحقيقه جميله جدا وما فيهاش اجهاد، وقاعده في البيت ولابسه البيجاما. فالحقيقه كتبت بوست ليله راس السنه يعني انه انا بفكر اتجوز واقعد في البيت، علشان الحقيقه الراحه دي انا ما بشوفهاش بسبب 4 سنوات متواصله العمل على مهرجان الجونه والسفر الدائم علشان استحضار افضل واجود الافلام والضيوف. فبالنسبه لي يعني كان احساس غريب القعده في البيت، فقلت طب والله فكره ما انا ممكن اقعد في البيت. انت سبقتيني واتكلمتي عن الجونه وما ينفعش تكوني معانا وما كلمكيش. المهرجان فرض نفسه بقوه على الساحه، عايز اسالك بتحضروا ايه كمان للسنه الجايه؟ طبعا هو المهرجان جه مفاجاه كبيره للمنطقه والمصر، والحقيقه يعني شجع مهرجانات اخرى في المنطقه وفي مصر ايضا انها تتطور وتحسن من ادائها، وده فخر وشرف كبير. وده الحقيقه الغرض من المنافسه الشريفه، انه انت تخلق المناخ اللي يخلي الناس كلها عايزه تبقى اجود واحسن. فيعني الحمد لله هو برده ما زال واخد وقتنا يعني هذا العام، بس انا حقيقة عايزه اركز برده على التمثيل وعلى الغناء، لانه الجمهور كتير اللي متابعني دايما بيبعت لي ان هم عايزين يسمعوا اغنيه جديده من غير ما تكون كلاش سونج ولا ما تكون خناقه، وعايزين يتفرجوا على مسلسل ليا او فيلم. فانا الحقيقه منتظره بس عمل جيد يجي، لانه اللي بيجي كله دون المستوى. ايه علاقتك بمحمد رمضان ايه دلوقتي؟ علاقتك بيه؟ هي علاقتي بمحمد رمضان زمان زي دلوقتي زي بكره، هو زميل ناجح ونسقف له لما ينجح ونلومه لما يخفق، عادي زي ما كل الناس بتعمل معانا واساتذتنا وزمايلنا، كلنا بنلوم بعض ساعات وبنسقف لبعض ساعات. فاحنا تبقى العلاقه علاقه زماله واحترام متبادل، ودايما في يعني مساحه انه نتعاون سويا في عمل ما، خاصة وان احنا الاثنين بنمثل وبنغني وبنعمل، فنقدر نعمل اي عمل يعني مع بعض سواء مسرحي او تلفزيوني او سينمائي.